بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بجميع الحضور الكرام لليوم الأول والأخير لأن الدورة الموسمة بعنوان التحكيم في منازعات العقود الإدارية. لظرف ما قام بالاعتذار عن تقديم المحاضرة كل من أستاذ مساء الدكتور بشير سبحان أحمد ومدرس مساء طارق إبراهيم طه عن تقديم هذه الدورة التي كانت من المفترض أن تكون على مدار يومين، لهذا السبب تقلصت هذه الدورة وأصبحت ليوم واحد بإذن الله تعالى. غدا لا توجد محاضرة ثانية لهذه الدورة. هذه الدورة برعاية الأستاذ الدكتور وعد محمود روف رئيس جامعة الكويت وبإشراف كل من أستاذ مساء الدكتور سياف عبد الحسين مدير مركز التعليم المستمر. اليوم يقدم المحاضرة مشكورا مدرس مساعد عمر سحاب عايد التدريسي في كلية القانون جامعة الكويت، فليتفضل مشكورا. تفضل أستاذ عمر، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل أصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحضور الكريم، كل حسب مقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الأمر أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز التعليم المستمر المتمثلة بمدير مركز التعليم الأستاذ المساعد الدكتور سياف و الأستاذ محمد خالد على جهودهم المبذولة طيل الفترة السابقة والحالية، وكذلك أتقدم الشكر الجزيل إلى رئيس قسم القانون العام الأستاذ المساعد الدكتور بشير على رعاية الندوة، لكن بسبب الظرف اللي طرأ حديثا أعتذر عن حضوره، وإن شاء الله راح نكون خير من يمثل الدكتور بشير والمدرس المساعد طارق إبراهيم. موضوعنا اليوم هو التحكيم في المنازعات في العقود الإدارية. طبعا هذا الموضوع صراحة يهم جميع الأشخاص العاملين في مجال القانون، وأيضا يخص العاملين في مجال القضاء، ويخص العاملين في مجال النشاط التجاري. فلهذا لابد أن نقف أو نتعرف صراحة على تعريف التحكيم، ما المقصود بالتحكيم، أي قانون ينظم التحكيم، وكيف يتم اللجوء إلى التحكيم. إن شاء الله من هذا المنطلق راح ننطلق في تفسير كل نقطة بالتفصيل شبه الوافي. مثل ما تعرفون حضراتكم، إحنا درسنا بالقانون أن المحاكم اللي يشكلها الدولة هي الجهة المختصة في النظر في النزاعات، لكن القانون العراقي أجاز للخصوم أن يعرضوا منازعاتهم على أفراد، يعرضون نزاعاتهم على أفراد، ويطلق عليهم أو إذا صح التعبير يسمون محكمين. طبعا يتميزون بالثقة والأمانة ويطمئنون إلى حكمهم. كذلك عالج المشرع العراقي موضوع التحكيم في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في 26 مادة قانونية، من المادة 251 إلى المادة 276، أي 26 مادة قانونية. وهذه المعالجة من وجهة نظرنا احنا كقانونيين مختصين نعتبر هاي المعالجة قاصرة. كان الأجدر بالمشرع العراقي أن ينظم أو يفرض قانون خاص بقانون التحكيم، أسوة بمثلا دولة مصر عندهم قانون التحكيم، قانون منعزل يعني مستقل عن قانون المرافعات، كما كان سابقا عندنا كان قانون الإثبات منضوي تحت قانون المرافعات، لكن المشرع العراقي أفرد له قانون خاص به. فنتمنى إن شاء الله بالمستقبل القريب أن المشرع العراقي
يقوم بمعالجة هذا القانون وتشريعه عن طريق المعلومات اللي وصلتنا. هو لحد الآن قانون التحكيم هو مشروع مسودة داخل مجلس النواب، نأمل من الله تعالى أن يوفق الجميع في تشريع هذا القانون لخدمة الصالح العام. مثل ما تعرفون حضراتكم أنه الفائدة أو ما يمكن أن نستخدمه في أغلب مجالات العقود الإدارية هي تنفيذ مشاريع كبرى كاستثمار الطبيعة كالنفط والغاز والمعادن وعقود إنشاء المطارات والبنى التحتية. هاي كلها تحتاج إلى عقود تبرمها الدولة مع دول أخرى مع شركات وإلى آخره. صح أن القضاء الإداري مثل ما تعرفون حضراتكم هو المختص في النظر، لكن بالحقيقة أنه تراكم القضايا أمام القضاء الإداري يؤدي إلى بطء إجراءاته. كان من الضروري أو من الأفضل البحث عن وسيلة أخرى لحسم تلك النزاعات حتى يختصر الوقت والجهد وتستقر المراكز القانونية بين المتنازعين. وكذلك راح يظهر عندنا التحكيم كوسيلة مثلى لحسم تلك النزاعات خروجا من الأصل بالنظر في الأصل العام هو اللي القضاء الإداري هو المختص في النزاع، لكن الخروج من الأصل لا يعني فقدان الحكم. فالتحكيم أيضا يحقق التوازن بين السلطة العامة المسؤولة طبعا هي اللي تحقق العدالة في المجتمع وبين الأفراد والشركات في اختيار محكمين مختصين فنيين دقيقين. إذا لابد أن نعرف أهمية التحكيم بعد ما لجأنا إلى بيان القانون اللي ينظم التحكيم. لابد أن نتكلم عن أهمية التحكيم. التحكيم يعتبر وسيلة لفض النزاعات ويعتبر البديل الناجح للقضاء في حسم النزاعات خاصة التجارية، ما يقدم من اختصار في الوقت، اختصار في النفقات. خاصة حضراتكم يعني اكو ناس مختصين في مجال القانون يعرفون انه رفع الدعوة يتطلب اجراءات وتلزم سرة ورسوم والى اخره، موعد للمرافعة وتعيين محامي والى اخره. هاي كلها تتطلب وقت وتتطلب جهد ومراجعة للمحكمة والى اخره. هذا راح يعطل سير المرفق العام. يعني على سبيل المثال عندما تتعاقد دولة مع شركة لإنشاء مطار ويحدث نزاع بيناتهم، إذا تصير دعوة أمام المحكمة راح يتوقف الشغل احتمال أشهر احتمال أكثر يصير. فهذا كله راح يؤدي إلى وقوف العمل في المرفق العام اللي يقدم مصلحة هذا المطار للناس. فلا بد من الالتجاء إلى الحكم إلى محكمين، هذا راح يقلل من الوقت النفقات ويؤدي إلى حسم الدعاوى بسرعة أكبر وأقل المجهود. أيضا التحكيم بدوره يخلص الأطراف من إجراءات الشكلية أمام المحاكم ويسهل التحكيم إجراءات التقاضي. يعني بعبارة أخرى التحكيم ما يتطلب تعيين محامين، ما يتطلب دفع رسوم، ما يتطلب كذا وكذا، لا، التحكيم مجرد انه تثق باشخاص تعين محكم او مجموعة اشخاص يسمون هيئة التحكيم ويقومون فلهذا يقومون الاطراف المتنازعة بتعيين شخص يسمى محكم او عدة اشخاص يسمون محكمين. من صفاتهم انهم يمتازون بالعدل ورجال محترمين ومثل ما نقول بالعامية يحجون الحق. هذا كل هاي العوامل راح تدفع من ان نظام التحكيم راح يكون ناجح وعادل بنفس الوقت. اذا نحتاج الى تعريف التحكيم. نحتاج الى تعريف التحكيم. التحكيم يعرف بانه اتفاق يلتزم شخصان او اكثر
على عرض نزاع بينهم على محكمين منتخبين من قبلهم، يعني لغرض الفصل في النزاع دون اللجوء إلى القضاء. يحتاج التعريف بصراحة إلى شوية نقف عليه، أنه إذا التحكيم هو اتفاق شخصين، الأطراف تعرض نزاع على محكمين، ذول المحكمين لابد أنه أطراف الاتفاق أو أطراف العقد هم اللي يختارون المحكمين، أشخاص يثقون بهم، رجال مختصين، رجال أصحاب كلمة حق، دون حتى يفصلون في النزاع دون اللجوء إلى القضاء. وقد تكون هيئة تحكيم أو أشخاص محكمين، يعني أما نختار أشخاص مختصين يسمون محكمين، أو أكو هيئات مختصة، إحنا عندنا بالنجف يسموها هيئة المحكمين الدولية وغيرها. من المواضيع المهمة اللي تنظر ضمن بند التحكيم، عندنا اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم أو ما يسمى بمشارطة التحكيم. بس قبلها لابد أن نعرف التحكيم الإداري. تعريف التحكيم الإداري راح يعطينا مساحة أكبر حتى نخوض في مجال التحكيم. يعرف التحكيم الإداري أنه عقد يبرم بين طرفين، أحدهما تابع لأشخاص القانون العام والآخر من أشخاص القانون الخاص، بهدف تيسير مرفق عام أو تنظيمه. يعني التعريف نستنتج به أنه شخص من أشخاص القانون العام اللي هي الدولة أو الشركات المعنوية التابعة للدولة أو الوزارات اللي منضوية تحت الدولة، هاي كلها نقدر نعتبرها مثل ما تعرفون حضراتكم أشخاص من القانون العام، راح تتعاقد ويا أشخاص أو شركات أشخاص معنويين اللي هم الشركات يكونون تابعين للقانون الخاص اللي نظمهم القانون التجاري على سبيل المثال. هذا العقد شو الهدف من عنده؟ الهدف من عنده تيسير مرفق عام أو تنظيمه، مثل ما ذكرت لكم قبل شوية، مثلا كتب لي الطرق، كبناء جسور، كبناء مطارات وإلى آخره. طبعا التمييز بين اتفاق التحكيم ومشارطة التحكيم أو شرط التحكيم. اتفاق التحكيم هو اللي يحدث بين الأطراف على إحالة النزاع الذي وقع بينهم من أجل الفصل بينهم. إذا بعبارة أخرى، أن اتفاق التحكيم مثال على ذلك، مثلا في حالة صار عندنا عقد بين مرفق عام ومرفق أو شخص من القانون الخاص وصار بيناتهم نزاع، في حالة حدوث النزاع يقول نروح احنا على المحكمة، راحوا على المحكمة وشافوا ان اجراءات المحكمة طول، فقالوا صديقة الخصمة مثلا احنا ليش نبقى بالمحكمة وتستغرق منا وقت واحنا نقدر نستخدم طريقة او بديل ثاني؟ طيب شنو البديل الثاني؟ البديل الثاني يلتجئون الى التحكيم، يعني يقدرون بدل ما يذهبون للقضاء يذهبون الى المحكمين. هذا شيء يصير نسميه اتفاق التحكيم بعد حدوث النزاع. اما في حالة يصير عندنا شرط التحكيم، هو ان يتفق او هو اتفاق بين الشخصين انه يعرضون نزاعهم على المحكمين حتى وان لم يحدث النزاع. بعبارة أخرى، أن المتعاقدين بنود العقد مثلا عندك عقد بيع، عقد مقاولة، عقد إيجار، تتفق أنا وياك على أجر هذا البيت لمدة سنة مثلا. في حالة كتبنا العقد أو أمضينا على العقد، نتفق أنا وياك بين المؤجر والمستأجر على اللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث نزاع. إذا صار عندنا عقد بيع، العفو، عقد إيجار وعقد تحكيم. مشارطة التحكيم تعني عقد ثاني في حالة حدوث نزاع مستقبلي،
احنا نلتجئ للتحكيم. اما اتفاق التحكيم لا، اتفاق التحكيم الا يصير نزاع بيني وبينك يلا نروح للتحكيم. اما مشارطة التحكيم، مشارطة التحكيم لا، انه قبل ما نمضي هذا العقد، قبل ما نتفق على عقد الايجار او عقد البيع، قبل ما ابيع لك هذا مثلا هاي السيارة، اقول لك في حالة اي حدث، اي سوء تفاهم، عدم التزام بتنفيذ بنود العقد، تفسير العقد والى اخره، نلتجئ ترى للتحكيم. فسوينا عقد ثاني يعتبر عقد تحكيم، وهذا ما يسمى بشرط التحكيم او مشارطة التحكيم. ربما قد يثار سؤال من حضراتكم ومن اي شخص مختص في هذا المجال، يخطر على بالك كيف يتم اللجوء الى التحكيم؟ احنا عندنا القانون اجاز للخصوم اللجوء الى التحكيم، هذا معروف هذا الشيء وهاي من المسلمات، لكن السؤال اللي يثار يطرح كيف يتم اللجوء الى التحكيم؟ الطريقة الأولى، طبعا عندنا طريقتين للجوء إلى التحكيم. الطريقة الأولى الخصوم بموجب العقد التحكيم، يكون هناك اتفاق مستقل يحددون أسماء المحكمين لغرض الحل النزاع، وهذا ما يسمى اتفاق التحكيم. يعني في حالة إنه صار عقد بيني وبينك، اي مشكلة تواجهنا بتنفيذ التزامك العقدي نلتجئ الى التحكيم، حدثت مشكلة، هاي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية والاكثر رواجا في الوقت الحاضر والناس اللي تستخدمها هو انه يصير مشارطة التحكيم قبل وقوع النزاع، ويكون مشروط في العقد يسمى شرط التحكيم. يعني في حال انه اي نزاع يحصل بيناتنا نلتجئ إلى التحكيم. وأيضا الطريقة الثالثة يمكن أن يكون التحكيم خلال الدعوة، يكون التحكيم خلال الدعوة. يعني في حالة حدوث خلاف بين الأطراف، راحوا عن المحكمة وشافوا أن إجراءات المحكمة تستغرق وقت، تستغرق جهد، وراح تسبب يعني صراحة توتر للعلاقات، كل ما يحدث يطول النزال ممكن أن سوء التفاهم يكبر وإلى آخره. يمكن للأطراف أن تطلب من القاضي وقوف المرافعة أو توقف المرافعة لمدة 3 أشهر واللجوء إلى التحكيم من أجل حل النزاع، والقاضي يؤمر بتأجيل المرافعة لمدة 3 أشهر من أجل اللجوء إلى التحكيم. أيضا لابد أن نتكلم عن أنواع التحكيم. هذا النوع من التحكيم، العفو التحكيم، فيه عدة أنواع. عندنا تحكيم اختياري وتحكيم إجباري وتحكيم فردي وتحكيم دولي. طبعا هو فيه عدة انواع، بس احنا راح نذكر اللي اهمها، يعني اللي اكثر استخداما او الاكثر وقوعا. التحكيم الاختياري طبعا نقدر نقول عليه، هذا نسميه مدى قوة الزامياته. التحكيم الاختياري هو ان يترك الاختيار، العفو، هو الذي يترك الاختيار للأطراف الخصومة من اعتماد التحكيم أو الصلح عن طريق الأفراد. في حالة اللجوء إلى القضاء، هنا المحكم يلتزم بإجراءات قانون المرافعات ويحكم كما يحكم القاضي. بعبارة أخرى، هذا الحكم مالتنا التحكيم. طبعا لازم شوية اخواني، لازم ننطي بيه امثلة هواية حتى يصير الفكرة واضحة، لان هو اكثر شيء تطبيقه عملي، يعتمد على العمل حتى الواحد تترسخ براس الفكرة. التحكيم الاختياري اما يكون عن طريق القضاء
او عن طريق الصلح. اذا اختاروا الاطراف انه المحكم يحكم لهم بموجب القانون، لابد ان يلتزم المحكم بقانون المرافعات المدنية ويحكم مثل ما حكم القاضي. من يجاني كشخص عمر اصير محكم على اطراف نزاع وقالوا لي انت تصير محكم بموجب القضاء او تحكم بموجب القانون، انا هنا راح يصير دوري مجرد اني احكم لهم وفق قانون المرافعات المدنية، هذا انتهينا منه. اما يقولوا لي لا احنا نريد تحكيم بالصلح، هنا المحكم يبدأ بإجراءات الصلح ويحكم بينهم بالنزاع بموجب قواعد العدالة، بموجب قواعد العدالة القانونية، يعني بما ترتضيه الأطراف، يعني ما يحكم بقانون المرافعات، لا، إنما يحكم بموجب قواعد العدالة، يشوف وين الحق يميل وياه، وين هنا أكو مثلاً غموض يحتاج إلى تفسير. كل هاي المحكم يكون تصرفه وتحكيمه وفق قواعد العدالة. النوع الثاني اللي هو التحكيم الإجباري. التحكيم الإجباري هو هذا التحكيم الذي يجبر فيه المشرع العراقي الأطراف المتنازعة للجوء إلى التحكيم. ليش يصير هذا المشرع العراقي يلتجئ الى التحكيم الاجباري؟ من يجبر المشرع العراقي؟ من يجبر؟ هسه هنا سؤال يطرح نفسه. يجبر الاشخاص المعنيين، عفوا المعنويين او الهيئات التابعه للدوله، يجبرهم الى التحكيم الاجباري. او بعض الاحيان تحدث نزاعات بين الوزارات، تحدث نزاعات بين الوزارات، فإحنا عندنا محكم في حالة حدوث نزاع بين الوزارات يلتجئون إلى مجلس الدولة أو يسمى مجلس شورى الدولة اللي هم مختصين في القانون، وظيفتهم إبداء الرأي في الأمور القانونية. المادة 25 حسب ما أتذكر من قانون مجلس شورى الدولة أجاز لمجلس الدولة إبداء الرأي حول النزاع اللي يحدث بين الوزارات أو الهيئات التابعة للدولة. من هذا النص كمختصين نقدر نعتبر هذه نقطة أو نعتبرها رأس خيط للأطراف المتنازعة باللجوء إلى. طبعا هذا إذن التحكيم عندنا الأول داراني وتحكيم دولي اللي هو هذا نقول عليه احنا بالعامية لب التحكيم او اهميته هنا تظهر، لان احنا اغلب شيء النزاعات اللي تحدث داخل الدولة بين الافراد يلتجئون للقضاء. يعني التحكيم جاء ليسهل استقطاب الاستثمار الخارجي، يعني مثلا انت من تريد دز على او تسوي مناخ طيب حتى تجي شركات الاستثمار تستثمر يمك، تقول لك انا خاف من القانون اللي في حاله حدوث نزاع بين الشركه والدوله، انت تطبق عليه مثلا القانون العراقي ما يجي، مثلا يشوف القانون العراقي الصلب ما بي مرونة، انت تقدر تتفق وياه على التحكيم. فلا بد ان نعرف شنو التحكيم الفردي والتحكيم الدولي. التحكيم الفردي هو التحكيم الذي يكون بين افراد الدولة او بين افراد بين عدة دول، موضوع يخص مصالح شخصية سواء كانت معنوية أو
عادية، ويكون المحكمين مختارين من قبل الأطراف. إذن التحكيم الفردي يكونون بين أفراد دولة، مثلا أنت عندك عقد مع صاد من هاي الدولة وصار نزاع بيناتكم، تقدرون تختارون محكمين تثقون بهم، هذا يسمونه نزاع تحكيم فردي. بينما احنا نسميه التحكيم الفردي من أجل مصالح فردية، أما التحكيم الدولي هو يختص في النزاعات الدولية التي تحدث بين الدول. يعني التحكيم الدولي راح يصير عندنا نزاعات بين الدول، أما على تفسير، أما تنفيذ عقد، أما على إجراءات، أي ممكن شيء يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق اللي يصير بين دولتين، يمكن لهم اللجوء إلى التحكيم. طبعا الدول تقدر تختار محكمين أو قضاة على أساس القانون، ويقوم هذا التحكيم حقيقة على تنازع مصلحة دولية. يعني في حالة حدوث تنازع بين الدول يقوم هذا التحكيم، يسمونه التحكيم الدولي، ويختارون قضاة للتحكيم أو محكمة تحكيم. يقدرون الدول المتنازعين يلتجون إلى محكمة، وخير مثال أو خير دليل محكمة التحكيم الدولية في لاهاي. يمكن للأعضاء أو للأطراف العفو أو للخصوم اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية في مدينة لاهاي. السؤال اللي يطرح دائما، السؤال اللي يخطر على بال جميع القانونيين، خلي نقول بهاي العبارة، حول الطبيعة القانونية للتحكيم. شنو طبيعة القانونية للتحكيم؟ طبعا هذا السؤال أثار عندنا حقيقة العديد من الآراء الفقهية، فقسم من الفقهاء رأوا أن التحكيم ذو طبيعة اتفاقية أي عقدية، وذهب رأي آخر إلى أن التحكيم ذات طبيعة قضائية، والفريق الثالث يرون أنه ذو طبيعة مزدوجة مختلطة اتفاقية وقضائية. إذن انقسمت عندنا الفقهاء إلى 3 آراء، الرأي الأول يشوفونه طبيعة عقدية، والطرف الثاني يرى طبيعة قضائية، والطرف الثالث يرونه ذو طبيعة مزدوجة أي اتفاقية وقضائية. إحنا لازم نعرف كل طرف بيهم على ماذا استند في تحديد تلك الطبيعة. أصحاب الطبيعة العقدية يرون أنه ذو طبيعة اتفاقية وليست قضائية، فيما يعول عليه في نظام التحكيم هو الاتفاق. هو احنا لو نرجع على التحكيم، على تعريف الاتفاق التحكيم، راح نجد انه هو اتفاق بين شخصين يستندون الى تعريف التحكيم من اجل اللجوء الى التحكيم، سواء كان هذا التحكيم اتفاق او مشارطة. الاتفاق على التحكيم او المشارطة اثنيناتهم مدلولهم واحد، ان هم اتفقوا على التحكيم وتنازلوا عن الذهاب الى السلطة القضائية. اذا من الطبيعي ان يكون التحكيم ذو طبيعة اتفاقية عقدية. اما الطرف الثالث، العفو، الطرف الثاني يعتبرون ان التحكيم طبيعة قضائية وليست اتفاقية. طبعا حجتهم مفادها ان هدف التحكيم تخليص القضاء، او العفو، التخفيف عن القضاء.
وهدف التحكيم مثل ما تعرفون حضراتكم يحقق المصلحة الخاصة لأطراف النزاع، أما القضاء فإنه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. إلا أن ما يعاب على هذا الاتجاه أنه بالغ في منح إرادة الأطراف الدور الأساسي في التحكيم، يعني هذا الرأي الثاني يعاب عليه أنه منح إرادة الأطراف الدور الأساسي في التحكيم. بالحقيقة أنه الأطراف يطلبون من المحكمين تطبيق القانون وليس إرادتهم، يعني الأطراف عندما تطلب أو تلجأ إلى التحكيم هي ليس المحكم، أنا كمحكم هسه كعمر أجي أطبق إرادتي أو أهواي، لا، بل إنما أطبق القانون على النزاع المعروض. أما الطرف الثالث أنه يرونه ذو طبيعة مختلطة بين الصفة العقدية والقضائية، أنه الأطراف أثناء القيام بالمحاكمة تنظر في النزاع ولا يتمتع بسلطة القاضي وهي سلطة الإلزام، والواقع ما عيب هذا الاتجاه هو أنه أعطى صفة القضاء، يعني هو بالبداية بعبارة أخرى طبعا بالبداية يقول عليه هو اتفاق، طبعا أنا أميل على ويا الرأي الثالث، هو بداية نقدر نعتبره ذو طبيعة عقدية، لأن أنتم لابد كأطراف من الاتفاق على التحكيم او مشاركة التحكيم، لكن بالاخير انت ما تقدر ما تعتبر التحكيم جهة او حتى تنفذ طرف التحكيم لابد انه الصادق عليه المحكمة. اذا صار شيء مكمل للقضاء او شيء مستند للقضاء. خاصة عندنا هي فكرة العقد والقضاء، هذا النوع من الحلول يؤدي إلى توازن صراحة يصبح بين مبدأ احترام سلطان الإدارة والتزام بأحكام القانون. يعني احنا عندنا بالقانون المدني مبدأ احترام سلطان الإدارة حتى أن الشخص يبرم العقد بدون تأثير عليه، وعدنا ايضا من هنا راح نلتزم باحكام القانون، وعلى هذا الاساس فالتحكيم راي هذا الانصار هو من قضاء خاص ذو اساس اتفاق، لكن لابد ان حتى نلتجي الى التحكيم عندنا شروط. شروط التحكيم شروط معروفه، شروط شكليه وشروط موضوعية. الشروط الشكلية هي الموافقة المسبقة على شروط التحكيم. بعض الأحيان اللجوء إلى التحكيم يعتبر مساس بسيادة الدولة بسلطتها القضائية، وأيضا يعتبر أن التحكيم يضمن إخلال مبدأ الفصل بين السلطات، لكن هذا الاستثناء تجيزه للجوء إلى التحكيم بعض العقود الإدارية، لكن بشرط وجود نص اتفاقي أو بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية الأعلى. مثال على ذلك، احنا من نطلع من الأصل، لا يجوز أن تطلع من الأصل إلا بنص، يعني في حال حدوث نزاع أكيد عندنا محكمة القضاء الإداري هي التي تختص بالمنازعات، هذا الأصل. لكن بعض العقود التجارة الدولية والعقود الإدارية مع شركات خارجة مع دول أخرى تطلب اللجوء إلى التحكيم في حال حدوث نزاع بيناتنا، لابد أن يذكر هذا الشرط في نص اتفاقي
ولو وفي حالة عدم وجود هذا النص الاتفاقي يعتبر شرط التحكيم باطل، يعتبر شرط التحكيم باطل. أو الطريقة الثانية تحصل موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه. أما بالعراق لم يكن هناك أي إشارة إلى لجوء التحكيم الإداري بشكل صريح. إنما النزاعات يطبق القانون العراقي والولاية للقضاء العراقي، لكن يجوز الاتفاق مع المستثمر إلى اللجوء إلى التحكيم التجاري واتفاق بين الأطراف. لابد أن يحدد إجراءات التحكيم وجهاته والقانون الواجب التطبيق. احنا هسه نختص كبلدنا كعراق انه القانون العراقي نص لانه هي الولاية للقضاء، لكن يجوز الاتفاق بين الاطراف اللجوء الى التحكيم، لكن لابد ان تحدد جهة التحكيم والقانون والواجب العفو القانون واجب التطبيق. شروط الموضوعية للتحكيم، احنا ذكرنا الشروط الشكلية، بعد عندنا الشروط الموضوعية. اشترط المشرع العراقي الأهلية في الخصوم المتحاكمين، وهي أهلية التصرف لما تنتجه عقد اتفاق من آثار قانونية، ودون أن يكون هناك أي عارض من عوارض الأهلية القانونية. مثل ما تعرفون حضراتكم أهلية تصرف، احنا عندنا أهلية أداء وأهلية تصرف، فلا بد احنا نحتاج هنا أهلية تصرف لأن راح نبرم عقد وهذا العقد ينتج لنا آثار قانونية، وأيضا لابد أن يكون خالي من أي عرض من عوارض الأهلية القانونية. المادة 245 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1969 رقم 83 نص صراحة أن التحكيم لا يصلح إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح، وما من له أهلية التصرف في هذه الحقوق. إذن أن التحكيم نقدر نستنتج من هذا النص الصريح في المادة 245 أن التحكيم لا يصح إلا في المسائل اللي يجوز فيها التحكيم، ولا بد أن يكون الأطراف يتمتع بأهلية التصرف في حقوقه. أيضا اشترط القانون والقضاء تراضي إرادة الأطراف في إبرام الاتفاق التحكيمي لإحداث أثر قانوني، وهذه الإرادة لابد أن تكون خالية من الإكراه والغلط، وإلا وقع يعني تقريبا هو مثل شروط العقد، أنه العقد لابد أنه يكون هو عقد أصلا، يعني إحنا قلنا عليه بالبداية هو الاتفاق هو عقد، عقد التحكيم نقدر نسميه. هذا العقد يخضع إلى القانون المدني العفو القانون المرافعات. قانون المرافعات في نص لابد تراضي إرادة الأطراف، بدون التراضي يعتبر هذا العقد باطل، أنه الشخص مسلوب الإرادة. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الإرادة حرة وصحيحة وخالية من عيوب الإرادة اللي هي الإكراه والغلط، وإلا يعتبر هذا الاتفاق باطل. ويشترط التحكيم ألا يكون الأطراف أحدهم قاصر أو محجور، وإلا يعتبر هذا الاتفاق باطل. هذا ما نصت عليه المادة 255 من قانون المرافعات العراقي. أيضا يجب مراعاة الشروط الشكلية ترجع إلى محل النزاع، فلا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يصح بها التحكيم. توضح للفكرة أكثر
انه اكو امور تكون مخالفه للاداب العامه او تخالف النظام العام، هاي الامور لا يمكن اجراء التحكيم بها. المحور الثاني محاضرتنا اليوم، عفوا ندوتنا، هي فاعليه التحكيم في تسويه منازعات العقود الاداريه. العقد الاداري عرفنا قبل ونعيده على اسماع حضراتكم، هو عقد يبرمه شخص معنوي بقصد تيسير مرفق عام مع احد اشخاص القانون الخاص بقصد تيسير مرفق عام. اهميته من هذا التعريف تظهر، يلعب التحكيم دور مهم في حسم المنازعات العقود الإدارية. نجد أن الدول وخاصة الجاذبة للاستثمار تلجأ إلى التحكيم كضمانة إجرائية لتوفير مناخ جاذب على أرضها، والأمر الذي يدفعها لتضمين قوانينها مشجع الاستثمار. ونصوص صريحة تنص بقبول التحكيم لتسوية النزاعات في عقود الأشغال العامة كي تكون عملية التحكيم فعالة وعلى درجة أكبر من الكفاءة. هذا الخلاصة مما تقدم، أن الدول اللي تجذب الاستثمار، تجذب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، يعني مثلا شركات إنتاج الكهرباء مثل سيمينز وإلكتريك وغيرها، هاي الدول هاي الشركات حتى توفر لها مناخ جاذب لابد تضمن لها قوانين تشجعها على القدوم، وهاي الشركات تبحث عن نصوص صريحة بقانونك ينص انه في حالة حدوث نزاع بيني وبين هاي الشركة يمكن أن نلتجئ إلى التحكيم. هذا العملية راح تؤدي إلى ظهور التحكيم بصورة فعالة للتعامل مع هذه النزاعات. لابد أن المبادئ اللي تشكل العناصر المكونة لعمل التحكيم، فعالية التحكيم كيف يمكن أن تحدث؟ هو السؤال مالتنا، يقول كيف يمكن أن يكون التحكيم فاعل؟ بحالتين، استقلال شرط الشرط أو اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي اللي نسميه احنا المشارطة، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في النظر، وكذلك عدم قبول الدولة دفع الدولة وأشخاصها بعدم أهلية التحكيم. راح نخوض ان شاء الله بهاي الثلاث نقاط حتى نشوف مدى فعالياته. اولا، استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الاصلي. يقصد بذلك استقلال الاتفاق على شكل شرط مدرج ضمن بنود العقد الاصلي اي العقد الاداري، بحيث لا يتأثر شرط التحكيم بتأثير العقد الأصلي. أما عن اتفاق التحكيم الدولي فيراد به اتفاق الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف بتسوية النزاعات الحاصلة بينهم عن طريق التحكيم إذا كانت هذه المنازعة تتعلق بمصالح التجارة الدولية وإلى آخره. إذن أنه لابد أن يكون هناك استقلال عن بنود العقد الأصلي، إذا صار عندنا عقد تحكيمي ما يتأثر بالعقد الأصلي، هذا بنفس الوقت راح يسهل لنا اللجوء إلى التحكيم وفض النزاعات خاصة المتعلقة بمصالح التجارة الدولية. بالنسبة للقانون العراقي، نجد أنه قانون المرافعات النافذ ما فرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، لأنه صراحة أجاز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو جميع أنواع النزاعات التي تنشأ عند
تنفيذ عقد معين. مثل ما ذكرت لكم آنفا أن المشرع العراقي خصص المواد من 251 إلى 276 اللي هي 25 مادة قانونية تخص التحكيم، ونصت المادة 251 أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات. يعني أنه في حالة حدوث نزاع نقدر نلتجئ إلى التحكيم، أو في حالة حصول أكثر من نزاع أيضا يمكن إلى التجاء إلى التحكيم. وهاي المادة صراحة بعد واحد لو يتمعن بها راح نشوفها تشمل صورتين من الاتفاق التحكيمي أو مشارطة التحكيم. الشرط هو ما يندرج ضمن عقود العقد الأصلي قبل نشوء النزاع، وأيضا يكون اتفاق التحكيم بعدما يحدث النزاع. طبعا النزاع يحصل عبر تفسير العقد أو تنفيذه. هاي الغالب النزاعات اللي تحدث بالتحكيم بين الشركات أو بين الدول، أما على تفسير العقد أو على تنفيذ العقد. طبعا عندنا يعني تطبيق انه اخذ نظام التحكيم لدى غرفة التجارة ISS النافذ في قانون الثاني لسنة 1900 على استقلال شرط التحكيم عن العقد الاصلي. يعني بعبارة اخرى انه غرفة التجارة الدولية اعترفت بممكن ان يكون شرط التحكيم في العقد الاصلي او مشارطة التحكيم انه قبل ما يحدث النزاع. خلاصة القول انه استقلال الشرط او اتفاق التحكيم قد اصبح من المبادئ المستقرة بشأن التحكيم التجاري الدولي في تزوية المنازعات، وهذا ما يؤدي الى تحقيق فعالية للتحكيم كضامنة اجراءات للمستثمرين، وايضا تبعث الثقة في نفوس الأطراف وعدم العبث أو يؤثر على العقد. وهذا بصراحة راح يشكل لنا عنصر إيجابي في خلق مناخ استثماري جذاب محفز لرؤساء رؤوس الأموال، كأنه يعني في حالة جعل التحكيم وسيلة لفض النزاعات. النقطة الثانية الاختصاص بالاختصاص في النظر النزاع. يترتب على اتفاق الأطراف العقدية على التحكيم لتسوية نزاعهم والتزام بعرض النزاع بينهم على المحاكم أو الهيئات التحكيم الذين يتم اختيارهم. يعني هي الأطراف تتفق بيناتهم على عرض النزاع بيناتهم على المحكم أو هيئة تحكيم. لذلك راح يغنينا عن اللجوء إلى القضاء المختص بالنظر، وهذا الأمر إيجابي في اتفاق التحكيم. ما المقصود بمبدأ الاختصاص بالاختصاص؟ هو أن تختص المحكمة بتحديد الاختصاص، وهو الذي يقرر اختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة باختصاصه، وتحديد نطاق السلطة وتقرير فيما إن كان النزاع صحيحا أم لا. بعبارة أخرى أن المحاكم يعني أن المحكم هو اللي يحدد اختصاصه، فإذا هو يقرر هل هو يصلح في عرض النزاع العفو الحكم في هذا التحكيم أم لا، هل هذا التحكيم صحيح أم لا. يعني في حالة اللجوء إلى تحكيم لابد أن نعرف أنه هل هذا الشخص محكم مختص أم لا. فالشخص المحكم هو الذي
يعرف إن كان مختص أو لا، أو كان النزاع صحيح أم لا. لو قام أحد الأطراف بالطعن في اختصاص هيئة التحكيم في النزاع أو بعدم وجود اتفاق يشير إلى التحكيم، فإن هيئة التحكيم لها سلطة الفصل في مسألة الاختصاص، وليس للمحكمة القضائية تدخل في ذلك. ولا ريب أن هذا المبدأ يعزز فعالية التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات في العقود الدولية لسرعة إنجاز الخصومة، حل الخصومة وعدم المماطلة وإضاحة الوقت. يعني في حالة قيام أحد الأطراف بالطعن باختصاص هيئة التحكيم أو يدعي أنه إحنا ما موجود بيناتنا اتفاق، فإن هيئة التحكيم لها السلطة في رد هذه الدعوة، وليس من اختصاص المحكمة القضائية. أما الأساس القانوني لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، يمكن القول بأن اختصاص هيئة التحكيم أو المحكم في الفصل في المسائل من اختصاصه يستمدها من القوانين الوطنية للعديد من الدول، وكذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة، كذلك اللوائح التحكيم تقرر هذا المبدأ، أنه الاختصاصين تستمد أما من القوانين الوطنية أما الحكيمية، وعندنا لوائح التحكيم كلها تعتبر استناد أو مصدر لي هيئة التحكيم من أجل استناد إلى حكمهم. بالنسبة للموقف المشرع العراقي، الداخل قد أخلت نصوص قانون المرافعات المدنية، خلت النصوص من الإشارة إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ويدعي البعض هو محق المشرع العراقي. ليس من الضرورة النص على مبدأ الاختصاص بالاختصاص بغية إنهاء الإشكالية التي يمكن أن تثار حول مدى اختصاص المحكمين. هذا راح يؤدي إلى انسجام وتقرير فعالية التحكيم كضمان لتسوية المنازعات. بعبارة أخرى، إنه المشرع العراقي ما ذكر نصوص قانون المرافعات أو خلت نصوص قانون المرافعات من الإشارة إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص. البعض ينطي حق للمشرع العراقي انه ما ذكر اختصاص بالاختصاص حتى ما تصير شلون نقول اشكاليات تثار حول مدى اختصاص المحكمين. هذا التوجه راح ينسجم او راح يساعد في فعالية التحكيم. النقطة الأخيرة الختامية، عدم قبول الدولة أو الأشخاص المعنويين بعدم أهلية التحكيم. تعرفون حضراتكم أنه عقد التحكيم هو اعتبار عقد رضائي، والرضائية عنصر جوهري في التحكيم. لكن من الضروري، يبدو أنه من الضروري ضمان فعالية التحكيم يتطلب وضع قيد على إرادة الأطراف واتفاق التحكيم فيما يتعلق بالانسحاب من هذا الاتفاق بعد أن وافقت عليه بإرادتها، وذلك لضمان جدية الأطراف المتنازعة في تفعيل الاتفاق. أنه إحنا مثل ما تعرفون التحكيم مو عقد، والشخص أو الهيئة أو الدولة تلتجي إلى التحكيم بفق إرادتها، محض إرادتها. لكن حتى ما يصير انسحاب من التحكيم، لابد ضرورة وضع قيود على إرادة الأطراف فيما يتعلق بالانسحاب. بعض الفقه يرون بأن مبدأ عدم قبول الرجوع إلى التحكيم بالإرادة المنفردة، خصوصا الدولة أو الشخص
المعنوية بذريعة عدم أهلية التحكيم، أهليتها للتحكيم بعد موافقتها إلى اللجوء إلى التحكيم، أصبح هذا المبدأ من المبادئ المستقرة. يعني كمثال على ذلك، ما يجوز للدولة أنه هي وافقت على التحكيم بعدين تنظر تقول والله أنا مو أهل للتحكيم. هذا المبدأ في حال موافقتك عليه في البداية راح اعتبر الفقه أصبح من المبادئ المستقرة في التحكيم الدولي. بأنه القانون المرافعات العراقي، نجد أن المشرع العراقي أشار نجد أن قانون المرافعات العراقي قد خلى من أي إشارة إلى ذلك، لكن عندنا قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 بالفقرة 5 بالمادة 27، المنازعات الناشئة بين هيئات أو جهات حكومية وبين أي من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة الأحكام هذا القانون تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية. أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء إلى التحكيم على أن ينصب ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين. إذن يتضح من ذلك أنه قانون الاستثمار العراقي، أنه المشرع العراقي أجاز للدولة أو الأشخاص المعنوية إبرام اتفاقية التحكيم. وكذلك الدول الأخرى، مثل على سبيل المثال عندنا قانون التحكيم المصري أجاز للدولة وأشخاص المعنوية اللجوء إلى التحكيم. ختاما تبين أنه التحكيم عقد رضائي يكون بين الأطراف، يمكن للأطراف حقها، هي الحق الأصلي قلنا اللجوء للقضاء، يمكنها التنازل عن الحق الأصلي واللجوء إلى التحكيم باعتباره وسيلة أكثر قبولا لدى الأطراف في العقود الدولية، سواء كانت عن طريق شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم. بالأخير ما نتمناه من المشرع العراقي بإعداد قانون يسمى قانون التحكيم، والأخذ أيضا بالنصوص الواردة في القوانين الدول الأخرى. وأيضا نتمنى إن شاء الله القانون المشرع العراقي ينضم إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم، ومن أجل تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في العراق ليكون قانون التحكيم واضح للمستثمر الأجنبي، وأيضا يطلع على البيئة القانونية للاستثمار في العراق. إلى هنا أكتفي بهذا القدر ما اسمح لنا في وقت الندوة. وتفضل أستاذ محمد إذا أحد عنده سؤال إن شاء الله نقدر نجاوب على السؤال كل تفان. سيدي خيرا وبارك الله فيك أخي أستاذ عمر على تقديمك لهذا الجهد في تقديم هذه المحاضرة، بارك الله فيك. وبيك أحسن، الله يحفظك. أعزائي المشاركين الكرام، كان لديكم أسئلة يمكنكم وضع علامة رفع اليد لفتح المايك أو كتابتها في الدردشة. أستاذ عمر إذا ممكن، كيف يمكن الحصول على شهادة تحكيم دولية؟ إن كان يخص محاضرتك يمكنك الإجابة. نعم، يمكن الحصول على شهادة التحكيم الدولية بالانضمام إلى
معهد التحكيم الدولي في النجف، تطلب الانضمام إلى كأن تكون متوفرة كاملة الشروط، أيضا تكون صاحبة اختصاص وتتمتع بالخبرة. فتنظر الهيئة إلى طلب الشخص، وإذا كان أهلا لهذا الشيء يمكنها أن تحصل على شهادة تحكيم. مقر هيئة التحكيم في محافظة النجف. زين مشاركين الكرام، هل لديكم أسئلة أخرى؟ نعم، توجد محاضرة عن الذكاء الاصطناعي حسب المشروع. أعزائي المشاركين الكرام، هل لديكم أسئلة أخرى؟ أستاذ عمر، لك الكلمة الأخيرة، تفضل. أسأل الله ختاما، طبعا أسأل الله أن يوفقني ويوفق الحاضرين في الاستفادة، وإن شاء الله نكون استفادين من هاي المحاضرة عن موضوع التحكيم، وإن شاء الله يكون عندنا لقاءات أخرى في مواضيع أخرى مفيدة للمتلقين. إضافة إلى ذلك، أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز التعليم المستمر، وأخص بالذكر أستاذ محمد خالد على جهوده المبذولة في عمل تلك الندوة من إدارة وتنظيم، ومن بداية المحاضرة إلى نهايتها. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الختام، أكرر شكري وامتناني إلى مدرس مساعد عمر سحاب عايد، التدريسي في كلية القانون جامعة تكريت، على جهده المبذول في تقديم هذه المعلومات فيما يخص التحكيم، وأيضا أخص بالشكر جميع الحضور الكرام لحضورهم هذه المحاضرة وجميع نشاطات مركز التعليم المستمر. أمل أن نلتقي في أنشطة أخرى في قادم الأيام بإذن الله تعالى، وإلى هنا ننهي دورتنا.